ده الخير والشر جوايا. ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق ما شالش ذنوب. ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق ما شالش ذنوب. يا مرايا مرايا ده مهما اتداري فينا عيوب ومهما نخاف تحت الطوب في حقيقة عايشة ويايا. الخير والشر جوايا يا مرايا دنيا مرايا. ما قتل هابيل دم البشر ضلوا السبيل. من يوم قابيل ما قتل هابيل دم البشر ضلوا السبيل. صرخوا الندم على حال عدم صرخوا الندم على حال عدم. بس الإيمان مش مستحيل مش مستحيل. تحطم خطايا والخير معايا بيقول لي توب. سكة هدايا تحطم خطايا والخير معايا بيقول لي توب. ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق ما شالش ذنوب. ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق ما شالش ذنوب. ومهما اداري فينا عيوب ومهما نخبي تحت الطوب دي حقيقة عايشة ويايا. الخير والشر جوايا يا مرايا 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 دنيا يا مرايا يا مرايا. اهلا اهلا يا عم راضي، الف حمد لله على سلامتك. والله المعمل كان مضلم من غيرك. الله يكرمك يا ست انوار. حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ايه يابا؟ اهلا اهلا. ايه بس لقومك من مكانك. اهلا ازيك يا راضي؟ تسلم وتغنم يا حاج. ايه يا راجل انت بتعمله ده؟ وشغل ايه اللي انت عايز تشتغله؟ مش اما تخيب الكلب السهران يا حاج، مش لاقي حد يلمه، مش لاقي حد يقف قصاده. ابتدى برجاله المعمل ومين عارف هيتني بايه. يوهو انت هتهول لي بقى زيها. انا ما بهولش يا حاج وانت عارف ده كويس. يا ست انوار ست انوار اهي هدى بنتك جت اهي. تعالي يا هدى. انت برضو نزلت يابا؟ مش تقول الاول السلام عليكم للناس يا متعلمه؟ جاي برضو عشان يقول عايز اشتغل. ايه بقيت عظمي في قفة ولا ايه؟ يوهو ما تتعبش قلبي بنتك يا راضي. تعال اقعد يا هدى. خميس جاي دلوقتي وهيجيب غريب معاه ويجي معاكوا على طول. وغريب ده ايه اللي هيوديه كمان؟ نحمد ربنا ان لسه في حد عنده نخوة في رجالة الناحية دي يا حاج. الله الله ايه ده؟ ايه ده؟ خير. في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه الحكاية؟ اشوف ايه الحكايه. لا لا خليك انا اشوف بنفسي. استنى انت بس يابا. مالكش دعوه انت بقى يا سي خميس. الله ايه الجراءه والفتوانه دي كلها يا عيد؟ تكونش يا ابني بقيت عمده البلد دي واحنا ما نعرفش في ايه يا خميس؟ ولا حاجه يا ست انوار. البيل من فتواته وجاي عشان يطرد غريب من البلد. نعم يا سعيد، تطرد مين؟ غريب من البلد؟ تبعت الراجل ده عشان يكلم نعمان بيه يا ست انوار. ويكلم نعمان بيه في ايه بقى ان شاء الله يا سعيد افندي؟ يمنع سفرنا بره كده اهو. ونعمان بيه بقى
عمل بالكلام ده يا عين ده؟ ايوه يا ست اوار، عمل بالكلام وقطع عيشنا. الصايع اللي محدش عارف له اهل ده يجي عشان يمنع الرحم عن اهل البلد ويمنع سفرهم بره. البيه قال محدش لشغل في البلد هيسافر الا بوافق صاحب الشغل. اه، ونعمان بيه بقى كده بيعمل خاطر لغريب. بس ايه رايك بقى ان غريب ده هيمشي من البلد قبل ما يمشي كلامه علينا؟ وانت بقى هتمشيه ان شاء الله؟ ايوه همشيه، همشيه، وان ما مشيش هقطعه حيطه. طب اتكلم على قدك كده انت. انا هسافر يعني هسافر يا ست انوار، وهتوافق يعني هتوافق. ايه دي والله عال، جه اليوم اللي تبقى في الست عيدك زاوي، جه اليوم اللي تعض الايد اللي اتمدت لك. مالكش دعوه بيا يا راضي. مالكش شأن بيه يابا، وتعالى بينا يا استا خميس على المستشفى. روح معاهم يا خميس وديهم المستشفى. لا يا ست انوار، انا مش ماشي من هنا لما يمشي الغابي ده. وانا مش ماشي من هنا، وانا كمان مش همشي من هنا، مش همشي لما الراجل ده يطلع من البلد وكل الناس دي معايا. ايوه الناس دي كلها كانت معاك يومها يا عيد. يومها؟ يوم ايه يا اسطى؟ يوم الست ما لحقتك وفكت حجز البيت والناس واقفه تتفرج عليك، والمرحوم عبد الله راح طلعك من المركز بكفاله. فاكر؟ رد عليا، فاكر ولا لا؟ انا سددت الكفاله يا راضي. واذا كانت الست عدم المؤاخذه يعني بتصرف عليك بقى وانت نايم في البيت، فهي ملهاش فضل عليا انا. لا بتصرف يا اخويا ولا بتديني صدقه. اغرس يا خسيس. لا بابا معلش يا عم، كل ده عشان نعمان المجاري. عنك انت عم الحاج. وانت اهل البلد. عنك حاج، ما توصلش غيره. نسيتوا من نعمان المجاري؟ نسيتوا من نعمان المجاري؟ ما عادش حرام المواجي القاتل. بس يا راضي بس. اوعى توقع. اوعى يابا كفايه كده. صحتك بالدنيا يا بابا، صحتك بالدنيا يا بابا. معلش اوعى يا اخي. يلا يا جماعه كل واحد يروح لحاله، اللي عايز يسافر يسافر، احنا مالناش دعوه بحد. ايه يا حاج؟ انتوا عايزين ايه؟ اللي عايز حاجه يتكلم. طبعا زعلانين عشان البيه مش هيسفركم. لا اطمنوا، البيه هيسفركم، لان سفركم هو اللي عايزه، خرابكو وخراب بيوتكو هو اللي عايزه. ولو مش مصدقيني كلها ايام وهتشوفوا. حد عايز حاجة تاني؟ حد عايز حاجة مني تاني؟ يلا يا ابني يلا 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 يلا. وليه ده كله؟ ليه؟ انت بتسأل ليه يا دكتور؟ ايوة طبعا، في النهاية انت كاتب كبير ليك تاريخ، مهما كان اللي حصل، معقولة؟ معقولة تلف كعب داير مع واحد مشبوه؟ قبل ما تسأل يا دكتور وتندهش ان انا مهتم براجل زي ده، كان يجب تندهش اكتر ان راجل زي ده ما يعرفش هو مين، وما يعرفش مصلحته ايه، او على الاقل لحد دلوقتي ما يعرفش ايه مصلحته. الراجل ده هو الوحيد اللي وقف قصاد كلب زي نعمان المكاري وكأنه مسنود وكأنه مسلح على الآخر. مش ده برضو يثير الدهشة أكتر يا دكتور؟ واحد مستبع ما عندوش أي حاجة يخاف عليها، هذه الحكاية. بالعكس، عنده، على الأقل عاوز يعرف هو مين. بقولك يا سيف، انت باختصار كده مش ناقص مشاكل. بالعكس يا دكتور، أنا كنت محتاج له جدا، كنت محتاج أخرج برا نفسي. أوه رجعنا بقى للكلام الكبير. ابدا مش كلام كبير يا دكتور، انا اتحبست جوه نفسي، اتحبست في مشكلتي مع مراتي وفشلي ككاتب. مع ان مشكلتي مع مراتي وفشلي ككاتب سببهم العالم اللي انا هربان منه، العالم اللي اتفتت بره، اللي اتدهس تحت حوافر خيل الشر اللي جاية تشخلل بالذهب والفضة واللي راكبها نعمان المكاري. مع ذلك الوحيد اللي شاف ده هو، اللي ما يعرفش نفسه هو عرف يا دكتور. السلام عليكم. ايه كويس من لقيتكم هنا؟ كويس من لقيتك يا دكتور. خير يا استاذ خميس. غريب تعبان قوي يا جماعة. غريب ماله؟
اتفضل الليمون يا غريب. لا أرجوك اتفضلي. في حاجة مزعلاك يا غريب؟ لا أبدا، أنا كويس خالص، مفيش حاجة. مش كان المفروض تروح للدكتور؟ الدكتور حسن قال. مالك حاسس بحاجة؟ السلام عليكم. الحق. ايه في ايه؟ افتح يا غريب. كان لازم يروح يكشف عند الدكتور زي ما اتفقنا. وريني الجرح سليم بس لازم يكشف. خلاص يبقى بكره ان شاء الله يروح للدكتور. لا مش عايز، انا كويس خالص، انا مش عايز المكاري يشمت فيا. صحتك بالدنيا وبعدين مالكش شأني بيه. لا له شأن يا ست انوار، وكلنا لينا شأن. مش وقته يا سيف. لا وقته، لما كناش نلحق من اولها مش هنلحق خالص. ايوه بس ده ما يمنعش ان بكره ان شاء الله نروح للدكتور. دكتور؟ ايوه دكتور. الله، ما الدكتور موجود اهو. يا اخي ده دكتور بجد ومحتاج له. خلاص ممكن ياخد مسكن دلوقتي. لا 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 ماشي غريب من البلد. خلاص يا خميس ماشي غريب. خلاص. ماشي غريب ماشي غريب، لازم يسيب البلد يا ست الكل. في ايه يا ولد؟ ماشي غريب من البلد ماشي يا ناس. حتى انت كمان يا علي. انا هتجنن، ده تالت اتفاق يتنسف وفي خلال 24 ساعه. وفي خلال 24 ساعه تانيين هيكون في خمس اتفاقيات تانيين اتنسفوا كمان، والشركه واقفه تتفرج يا استاذ هاني. تقصد ايه بقى يا شوقي؟ اقصد اللي بيحصل ده شيء طبيعي. لا طبعا مش طبيعي، بس لازم نفهم او على الاقل نعرف مين اللي ورا ده. مين؟ طب العطا الاولاني وقلت ما تعرفش اللي خده، اسمه غريب علينا. طب كان فين في السوق ده؟ بس اكيد العطا التاني والتالت هعرف مين اللي خده لحسابه، والا يبقى احنا مش في السوق، مش في مصر خالص. ما هو مدام رياض دي مش موجود يبقى المفاجآت هتستمر ومحدش هيقدر يمنعها. يعني تفتكر اللي بيحصل ده نتيجه لعدم وجود رياض؟ طب ازاي اذا كان مفيش حد يعرف انه مختفي ولا احنا نعرف هو فين؟ الظاهر ان في حد سبق وعرف قبل احنا ما نعرف واتحرك يا استاذ. تقصد ايه يا شو؟ اقصد ان مفيش تفسير تاني للاتفاقيات اللي بتضيع يا تغيدي بيه. بس انت رحت لبعيد قوي يا شوقي، كان في مؤامره بجد ورا غياب بابا، مؤامره وخطه بتتنفس. وليه لا؟ ايه ده؟ ايه الوسوسه الغريبه دي؟ طب ايه رايكم بقى ان اللي حصل ده مجرد صدفه؟ كل الاتفاقات اللي راحت دي مجرد صدفه، وانا من هنا ورايح بقى مش هسكت، هنربط مع بعض في كل اتجاه ومش هيفلت مننا اي عطا بعد كده، وهنعوض اللي راح. يا سلام، ورياض بيه مش موجود؟ ما افتكرش. ما احنا موجودين لحد ما يجي. الله، ايه يا شوقي؟ وانا مش مال عينك ولا هني؟ ده انت امرك غريب يا اخي. يا بغيدي بيه اللي انا اقصده شيء واضح ومحدد، لازم هاني بيه يعمل التوكيل عشان نقدر نواجه اللي بيحصل. توكيل؟ اه صحيح، انت كلمت المحامي؟ هي انا نسيت يعني معلش. خلاص نتصل بيه الصبح، واديك حضرتك بتقول انك هتبقى موجود معانا. ماشي جميل. او نتصل بيه دلوقتي ممكن يجي لنا. الو. ايوه مين؟ اهلا يا هاني. موجود اه حنان هاني. ايوه ايوه حنان. ايه؟ طيب اما اجيلك نتكلم في الموضوع. مع السلامه. اذا كان نعمان عاوز يسحب الايد العامله من البلد فيبقى اللي هيحصل ده هو الرد الصحيح عليه. المكان اللازم لتطوير المعمل وتنظيم مزرعه جديده ده محتاج راس مال كبير. قد ايه كده يا دكتور؟ ضعفين اللي تحت ايدك يا ست انوار في حدود معلوماتي عن امكانياتك. على العموم يا دكتور حسن انا عندي اللي ممكن اشارك. يعني مين بقى يا سيدي؟ المدام؟ مدام ايه يا دكتور؟ انت بتخرف ولا لا؟ ما اقصدش انت زعلت مني ولا ايه؟ انا ما اقصدش، انا بس بقول ان امور التجاره انت بعيد عنها بطبيعتك يا سيف. طيب خلاص، بس ارجوك ما تجيبش السيره دي مره تانية لو سمحت. على العموم انا اقدر اوفر اي امكانيات
في مواجهة كلب زي نعمان. بأمانة ربنا يا أستاذ أنا مش عايزك تقف قصاد الراجل ده، لا أنت ولا غريب. كفاية بقى اللي حصل لغريب مني. بقى معقول يا ست أنوار غريب يقف قصادهم وعاوزاني أنا أخاف؟ أنا ما أقصدش يا أستاذ، لكن على العموم غريب أفضل مننا كلنا. غريب شاف اللي حوالينا، كلنا شفناه متأخر، وده يدل على إنه إنسان صلب قوي، إرادة حديدية، عمره ملان، ويمكن ده السبب في اللي حصل له، السبب في محاولة قتله في مواجهة كلب زي نعمان. لقيته نام يا ستي. طب حط الأكل عندي ولما يصحى ودهولي. كويس قوي إنه نام. تفتكر يا دكتور آلام اللي بتجيله في دماغه دي علامة كويسة ولا لا؟ تقصد يا أستاذ يعني يفتكر؟ والله ما افتكرش، ممكن ما يكونش له علاقة بذاكرته خالص، وممكن يكون. على العموم بكرة هنشوف مع الدواء الحاج. طب يا ست أنوار نستأذن احنا بقى عشان تشوفي طلبات الحاج. طيب. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ده اللي اسمه خلف، عايز ايه ده؟ شوفي يا بنت عايز ايه. يا ساتر يا ساتر، الدكتور جاي عشان يشوف الحاج سيد والدك. دكتور مين يا خالد؟ دكتور بعته لعمان بيه، جاي مخصوص من مصر ودارس في انجلترا. اتفضل يا دكتور. ما يتفضلش، ابويا الحاج بخير وكويس. يلا. ايه عيب امال؟ معقول هسيب عم الحاج راهني في ايدين دكتور البهايم؟ بتقول ايه يا متخلف انت؟ ايش ايش ايش؟ عن اذنك يا دكتور. يلا خد من عيب 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 قول قبل ما قال لي قيمتك. اجري يا راجل. عيب لعمان بيه عامل ده كله عشان خاطر عيونك انت، هو ما يهموش كان الحاج يعيا ولا يموت حتى، ده ماشي الناس اللي شغالين في المعمل عشان خاطر عيونك. شغل ابوك هتاخدك. عيب عيب. مصيبه انت زي الحلوف. لازم نتأكد يا بغيتي. يا ستي السواق ما جروش يكذب. لا يكذب في ليه؟ يكذب من الخوف. طب لو صحيح، لو رياض هو اللي قاعد في الحتة اللي هناك قاعد بيعمل ايه؟ مستني ايه بعد اللي حصل؟ مستني لما يرتب الرد. بغيتي. لا مفيش غير احتمال واحد وبس، انه يكون مش هو. مش هو؟ وانا قلبي بيقول ان هو. والمشكله انه مع سيف، مش دي برضه تبقى مشكله لو كان هو وقاعد مع سيف؟ عشان كده انا طلبت من المحامي يجمد القضيه. قصدك الطلاق؟ ايوه، لحد ما نحل الفزوره دي الاول. لا زي بس نروح نتاكد. لا نبعت حد يعرف رياض النادي، ورياض النادي ما يعرفوش. نعمان المكاري؟ بس ده ما يعرفش رياض. وبالمناسبة نعمان المكاري لازم يسيب سيف في حاله دلوقت. يا ست خلينا في المهم، نبعت مين؟ أنا بقول نبعت السواق نفسه يشوف رياض من غير ما يشوفه. لا ما تضمنش ليه؟ انت ناسي حاجه يا دغيدي، في واحد يعرف رياض النادي ورياض النادي ما يعرفوش. مين؟ انا. لا انت لا، هترجع السيب بتاعك تاني. دغيدي ما تهبلش في الكلام وتغلط بسرعه. قلت انت ما تروحيش. الله، انت تضمن من غيري في لعبه مهببه زي دي؟ انا ارجوك ما تروحي. ايوه جاي. وعندك الشاي المطلوب. الله جري يا جدعان، يعني مش عاجبكم التلفزيون ولا حتى عاجبكم الفيديو بتاع نعمان المكاري؟ هتسيبنا في حالنا يا مرقوق ولا انت عاجبك اللي بيحصل؟ يعني انا مبسوط يا اخي. طبعا مبسوط. ما تضحك يا دي علي. ولا انت زعلان عشانهم؟ قاعد كده ليه؟ عم سيبني في حالي بقى، انا في مصياده في مصيبه. فيلم بالالوان الطبيعيه، اسود في اسود، علي وزه مع طرزان في بحيره التماثيل. يا ده حلوه. الله، انت قاعد كده طول النهار لا بتصد ولا بترد ولا حتى بصيت في التلفزيون اللي جنبك. السلام عليكم يا اولاد. يا
اهلا عم خالف. يا مرحبا عم خالف. مرحبا. قول انت من قدام يعني اوين اكل غول من قدام ايه يعني ايه بقى يعني بقى ايه اكل شاب رقوق وعندك شاي يا سي خالف. يا عم خالف الست مش معارضه في حاجه. خلاص روح قول الكلام ده للاستاذ عباس. لا ما انت الخير والبركه برضه. يا عم خالف الحل عندك. ايوه عم خالف يعني البي يسمع كلام سي غريب دوت والست اللي معاه يدافعوا عنه. يا اخويا ماليش دعوه ولا بكلام الست ولا بكلام سي غريب الزفت بتاعكوا ده. انا ماليش دعوه ولا بكلام البيه وبس. يعني ايه يعني هنسكت على كده يعني؟ طب ما طلعتوش ليه من البلد؟ مش انت قلت هتطلعوه يا عيد؟ الله جريه يا برقوقه ما قلنا لك سيبنا في حالنا يا اخي بقى. طب البيه عايز موافق مين اللي بيشتغل عنده البني ادم من دول؟ لكن انا بشتغل لحساب نفسي عندي ارض وعشان كده خدت النفس الإذن. ضحكتني وانا في المصيادة. بس يا ولد ولا انت بالذات ما تتكلمش برضو. لا يا اخوي البه قال اللي عنده ارض ما يسيبهاش. عجايب يا ولاد حكم روش ده يعني بقى ولا ايه يعني بقى؟ جرالك ايه يا ولا عيد انت؟ جرالك ايه؟ لا روش ولا بتاع. البه بيدور على مصلحتكم يا ولاد. هو حرام اما يقول اللي عنده ارض ما يسيبهاش. يا عم جيد إذا كانت الأرض مش قادر يعيش منها يا خلف خلاص يديها لغيره. أنت بتقول إيه؟ بقول لك اللي بقوله. يديها لغيره يبيعها لغيره للي يقدر يطلع منها خير للناس. فاهم؟ والبيع جاهز يا أولاد. البيع اللي هيشتري منه الأرض. البيع عشان خاطر الناس الحلوة دي يا برقوقة مستعد يعمل أي حاجة كده أهو. أيوة مال. لا فيه الخير. انتوا فاكرين ان انا ساكت يا اولاد؟ لا لا انا كلمت البيه قلت له عشان خاطر يا بيه ما تسيبهمش. قال لي خلاص يا خلف انا مستعد اشتري منهم. تبيع ارضك يا عم جيد؟ وانا ما قلتش غير غريب حبيبي مشيوا يا نهار. مشي غريب من البلد. مشي غريب يا نهار. فانت اهلا يا استاذ. تعال اسمع الاخبار الحلوه. البيه هيشتري ارض اللي عايز يسافر. كده يبقى كده بانت بقى مروقه. ايه دي اللي بانت يا استاذ سيف؟ الرؤيه اللي شافها غريبه يا خلف. شلها يا سيدي الغريب ياللي مكشوف عنك. نعمان المكاري بعد ما هيعبي الناس في الطيارات ويحدفهم بعيد هيدور على الارض اللي سايبها صاحبها ويلهفها. بقول لك ايه يا استاذ سيف؟ إذا كان الوالي السوابق ده خدك أنت متعلم يا كبير جرجرك وراه في الإقسام فالناس اللي قاعدة قدامك دي ناس بتفهم لا يمكن هيقدر حد يجرجرهم بالشكل ده. الله يا أخي إيه يا أخي إيه يا أخي إيه يا ماشي غريب من البلد عشان خاطر ماشي غريب. أنا خايف عليه. ما تخافش على غريب يا علي. لا خايف وأنت عارف إن أنا ببقى عارف إن أنا خايف وأنت اللي مش عارف لكن أنا قلت لك ما تخافش على غريب. نعمان المكاري هو اللي خايف منه مش العكس. يا سلام يطلع مين ده؟ امال نفذ كلامه ليه يا خالف؟ البيه عمل اللي يرضي ضميره يا برقوقه. وغريب مش هيخالف ضميره. ولا انتوا لازم تخالفوا ضميركوا؟ ايوه وخالف عايز يخلف لكم ضميركوا. خلوا عندكم ضمير يا بلد وطردوا غريب من هنا. خلوه يمشي يا بلد. وعايزنا ما نخالفش ضميرنا ازاي بقى ان شاء الله يا استاذ؟ اسألوا نفسكم نعمان المكاري ده يطلع مين؟ ولا خلاص ده ما بقاش مهم؟ حرامي ولا نصاب مش مهم عندكم يا بلد؟ لا لا يا أستاذ سيف لا كده سب علني والبيه ممكن يرفع عليك قضية وانت عارف. يرفعها يا خلف. أنا عاوز يرفع القضية دي والكلام اللي أنا بقوله دلوقتي هنشره في الجرايد. في جريمة سطو بتحصل في البلد. سطوا على البلد وناسها وفي اكل كمان. ايوه انا طرزان مش هيهمني. اي حد هيقف قدام نعمان بيه هيمسحه وانا مش هممني منه بس خايف يمسحني. هيمسحني يا ولد. انت ممسوح يا ولد. مش عايز اتمسح. مش عايز اتمسح. مش عايز اتمسح. اعمل
معروف. لما تجيب غريب اقول له حيموتوك حيموتوك حيموتوك. يا غريب شفتش غريب قول له حيموتوه. لازم انفذ بكيرتي انا. انت عاوز ايه بالظبط يا عباس؟ عايزك تخرج نفسك من الخيه دي وتخرجني معاك يابا. طب استحمل شويه يا عباس، ما انت ياما يا ابني استحملت. طب تخدع نفسك، تخدع نفسك وتخدعني معاك. ايه اخدع نفسي واخدعك؟ وانا هناك طلبت مني اوضب لمكتب سفريات واتفق مع الناس لحسابي، ولما جيت هنا قلت لي انت هتاخد مكان عند نعمان مش اكتر. مش هو ده اللي حصل؟ ايوه يا ابني، بس انا لقيت هلاك نعمان قرب خلاص، قلت ما يصحش نسيب غيرنا يستفاد من وراه بعد ما يغور. ده هلاكه، ده مش هلاكه ياما، ده هلاكنا احنا يابا. انت كل شيء ممكن يلبسك حتى جريمه الاكل. ايوه قتل عبد الله جوز انوار. ايوه يابا، انا شفت نعمان هو بيتفق مع الدوارجي في حشبتنا. ايوه وانت يابا كنت واقف على الباب بتشوف لهم السكه، حصل ولا لا؟ وانا كنت واقف على السلم شايف وسامع كل حاجة بوداني. حصل يابا ولا ما حصلش؟ ودلوقتي دلوقتي الدوارجي موجود في البلد، رجع تاني. يعني معنى كده يابا ان في جريمة قتل تانية هتحصل. طب ليه؟ ليه تجر رجلي ورجلك مرة تانية مع كلب زي ده؟ واروح لعم راضي يطردني بسببكم. حي ولا عايز ايه؟ حي ولا عايز ايه؟ يا كلب يا كلب. دوارجي يابا، دوارجي. ايوه ايه باين دهلك؟ ها في جريمة قتل تانية هتحصل. طب مين اللي عليه الدور المرة دي؟ انتوا يا اهل البلد نسيتوا من نعمان المكاري؟ نسيتوا من نعمان المكاري؟ ما عادش حرام المواشي القاتل. أكيد هو حرامي المواشي القاتل، أكيد. مساء الخير. مساء النور. أهلا أستاذ سيف، تفضل. تفضل. أنا جاي أفكرك بميعاد بكرة مشوارنا لخالي الدكتور. ده خالك صحيح دكتور؟ آه ده راجل ظريف جدا، وأنا مستبشر خير بالمشوار ده. تفتكر هيقدر يعني يساعدني على اني افتكر نفسي تاني؟ اه طبعا ان شاء الله. صدقني لو قلتلك اني الحكاية دي ما عادتش هماني دلوقتي. ازاي بقى؟ ده انت كنت مستعد تطلع حرامي او قاتل في مقابل انك تعرف انت مين. انا ما عادش قدامي دلوقتي غير هدف واحد ومستعد اتحمل عشانه الكتير. ايه هو؟ ان اخلص البلد دي من ديب مسعور طلع عليها. حتى لو ما كانش لك اي مصلحه في الحكايه دي؟ ماليش مصلحه في اي حاجه ولا اي مكان ولا ضمان في اي شيء. لا لا يا غريب، في ضمان انك كنت انسان نبيل وكنت هتموت بسبب نبلك ده. كل ده في علم الغيب دلوقتي. انا مش شايف غير اللي انا شايفه قدامي، وانا مش شايف ضروره انك تفقد حياتك بسبب نبلك ده. يعني عايزنا تراجع بعد ما اتفقنا؟ لا، عاوزك تهتم بحالتك شوية، وأنا
أنا اللي هتحرك في المرحلة دي. أتحرك؟ أنا قررت أخرج من العزلة دي بسببك. اكتشفت إن العزلة اللي أنا فيها دي غلط. أنا هكتب في الصحافة ضد مشاريع نعمان المكاري، وحرض زملاء ليا في الصحافة يكتبوا ضده، وحشوف إمكانية إني أرفع قضية ضد مشاريع نعمان المكاري مهما كان اللي واقفين وراه. أنا مبسوط قوي إنك هتبتدي تعمل كده، بس أنا برضو مستمر سواء رحت للدكتور أو ما رحتش. أيوة بس المرة اللي فاتت حرض عليك ناس من الشرطة، محدش عارف المرة الجاية هيعمل فيك إيه. لا ما تخافش عليا، أنا هكون معاه بسبعة أرواح. وبعدين أنت مش ملاحظ إن هو اللي خايف مش أنا؟ أعمل لك شاي بقى. خلف اتأخر عند البيت دي قوي ده ولدي. ما انا قلت لك يا معلم، خلف بقى فرده نايمه، ما بقاش ينفع ولا زي الاول حتى. عايز تقول ايه؟ ابنه قلب مخه. الله، الحكايه دي وصلت لك ازاي؟ سمعته هو بيزعق مع ابنه. وبعدين خد بالك الواد كان سمعنا وهو قاعد على السلم واحنا بنتكلم على عبد الله. هو قال كده؟ خلف جه اهو. عدم مؤاخذه نعمان بيه، قالت لك ايه البيت يا خلف؟ غريب نازل مصر بكره الصبح وراجع على وش الظهريه كده. مصر؟ ايه ليه؟ سيف واخده الواحد دكتور قريبه، اصل مطرح الخياطه اللي في دماغه تعباه قوي. هو لو كان بره كنا نلحقه، لكن دلوقتي ايه؟ هنقبض عليه جوه البلد وبعدين نطلعه بره؟ لا مش هينفع. طب اسمعني الاول بس يا نعمان بيه. ايه عايز تقول ايه؟ لو لقيوه هنا وحد من هنا اتعرف عليه ساعتها البوليس هيتحرك. لا انت مش فاهم حاجه خالص ومش عايز تفهمني. البلد كلها دلوقتي مقلوب عليه، والبوليس بدل ما يلاقي متهم هيلاقي 100. يمكن ولا مؤاخذه يعني يا بيه، عباس مش عايزنا نعمل العمليه دي. انت بتقول ايه؟ عباس ماله ومال الكلام ده؟ وانا اتهبلت عشان اجيب له سيره؟ الدورج بيخرف يا خلف، سيبك منه. برضه ما يجيبش سيره عباس خالص. خايف على عباس، ربنا يخلي. انا حاسس انه هيبقى له نصيب معايا. انت بتقول ايه يا راجل؟ وبعدين دورجي ما تجيبش سيره عباس خالص، وانت ما يبقاش مخك صغير كده خلف. يعني لو مخي صغير ما كنتش هبقى قلقان للدرجه دي. بقى حوالينا قلق كتير قوي يا نعمان بيه. تقصد سيف يعني؟ سيف حسابه معايا كبير قوي. وعلي وزه ايه رايك فيه؟ ايه علي وزه ده كمان؟ والله ما انا عارف ايه كمان، ما بقتش فاهمه حاجه خالص. عمال يهاتي كل شويه عشان غريب يسيب البلد. ما البلد كلها والناس البلد بتقول لازم يسافر، ولا انت يعني عشان حاطط نقرك من نقره؟ اصحى اصحى خلف، نشوف شغلنا بقى. قوم يا معلم. استنى يا عم تعبان، استنى ده اكيد بابا هو اللي لازم افتح. يا ماما يا هاني، بابا رجع يا هاني. صحيح يا عزيزي بابا رجع. صباح الخير. صباح النور، مين حضرتك؟ مش انت زيزي برضو؟ ايوه انا زيزي، مين حضرتك؟ وانت هاني؟ ايوه يا فندم، حضرتك مين؟ امال فين ماما؟ عبد الحميد. ازيك يا عبد الحميد؟ ازيك يا عيوية. عبد الحميد مين يا ماما؟ انا عمك يا زيزي. اتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. انا متاسف، انا جيت قلقتكم. لا ابدا،
في اخبار عن بابا؟ في ايه يا عبد الحميد؟ اتكلم. الظاهر ان انا اذيتكم بزيارتي، بس اعمل ايه؟ انا بعد ما صليت الفجر حسيت ان عايز افوت واقول لك ان انا مسامحه، عشان تقولي له يا علويه انا مسامحه. هو بيتكلم عن مين يا ماما؟ وجاي عشان كده عبد الحميد بعد السنين دي كلها؟ انا متاسف، سامحوني على قله ذوقي، لكن كان لازم ابلغك عشان تبلغيه لما يرجع من هناك. حضرتك بتتكلم عن بابا؟ ايوه يا زيزي. انت تعرف طريقه فين؟ لا يا هاني. امال ليه بتقول لما يرجع من هناك؟ كل الدنيا هناك يا بنتي. ده اسمه كلام ده ولد؟ معلش يا هاني معلش، من حقه انه يغضب يا علوية. انا اسف يا عبد الحميد، انا بقول تطلع ترتاح شوية والصبح نتكلم. انت عارفة ان انا بستريحش غير في بيتي، بس المهم انك تبلغيه، ده ممكن يشيل عنه شوية. السلام عليكم. مع السلامة. لا ما بدهاش، ده انا لازم اسيب البلد دي وارجع على بلدنا طبعا. دول دي عصابه، دول عصابه ولا بتوع السيمه؟ ده انا ده اجدع من بتوع السيمه كمان، وانا ايه في وسط العصابه والفيلم ده عبيط، انا العبيط اللي في الفيلم زي اسماعيل ياسين. لا بس انا مش عبيط، انا شكلي صحيح يبان ان انا عبيط، بس انا مش عبيط، انا ترزان. واما اما وحشتني امي، لازم ارجع لامي على بلدنا، بس ارجع ازاي وعمي ماسكني لبندقية وعايز يطخني، مش بعيد انه يطخني وتيجي في دراعي يقول اي اي وقع زي اللي في السيما برضه، لكن لا انا ترزان. ترزان ايه يا خيبتك يا علي؟ قال ترزان ترزان في فيلم لست هلاكا، لكن مش حسيب غريب، غريب ده انا اللي مسميه، يعني زي ابني، يعني لازم احافظ عليه. وانا مش جبان، هقف جنب غريب وهعمل فيلم زي بتوع الكونج فول. يكونش الحاج راح يصير الفجر كده وهو عيان؟ ايه الدوخة دي بس يا رب اللي على طول؟ انت مين؟ انا علي بتاعهم. ايه يالا؟ انا علي وزة، علي وزة نعيمة. ايه اللي جابك تخبط عليه الساعة زي دي يالا؟ ماني معروف اصلا، انا علي وزة مزنوق قوي، زنقة وحشة قوي. اما مصايب والله، غور يالا غور. الله يسترك، عايز اشوف الست بس عشان خاطر عيونك يا نعيمة يا بنت الكريمة. ست أنوار، ست أنوار، أنا علي وزة. امشي من هنا يا بدل ما اخرب بيتك، امشي. امشي من هنا. ايه 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 مالك يا بنت يا نعيمة؟ سيبيه، في ايه؟ اهو انت كده يا ست دايما قلبك طيب مع الاشكال دي. طب اجري يا بنت، اجري اجري، اقفلي باب اوضة الحاج، اجري. في ايه يا واد؟ تعالى هنا فهمني مالك. خايفة أقول اللي في قلبي. إيه اللي هتتوجع في قلبك؟ جاي لي السعادة عشان تقول لي خايفة أقول اللي في قلبي، قول. هو قال لي كده، هشوف وما أقولش حاجة خالص لحد ما شفتهم وهم بيتفقوا يموتوه. هو مين؟ اجري يا بت، خدي من هنا يلا. معقولة يا ستي أسيبك مع الولد المخبول ده؟ أنت مالك أنت؟ يلا امشي من هنا.
مالك يا وانا؟ في ايه؟ غريب. غريب؟ غريب. سايبهم دلوقتي متفقين ابعدوا. نعمان؟ ما تسألنيش تاني بقى، اعملي معروف. ومين مع نعمان يا والا؟ ما انا ما اقدرش ابعب اكتر من كده. ماشي يا ست ماشي، اصل دول ناس وحشين قوي، لو عرفوا هيقتلوه ويقتلوني. اعملي معروف ماشي، اصل انا قلت له، مع ان انا اللي مربيه، انا علي وزع حبيبه وصاحبه ومربيه ومسميه، مش بيسمع كلامي. ودي علي، انت سمعت ايه؟ انا سمعت كتير ومش اول مره دي هسمع فيها. طب سمعت ايه قبل كده؟ لا بقى، ما هو نفسه قال لي اسمع وما اتكلمش، ما قلتش حاجه خالص. غريب اللي قال لك؟ قال لي، وكان زعلان مني اصلا في الاصل، عشان انا مايل ناحيه نعمان بيه، عشان فلوسه حنين عليا زي ما يكون قلبه حاسس وعارف، وقال لي كده. طب عرفت ايه يا واد غير انهم عايزين يموتوا غريب؟ عرفت حاجات كتير قوي، مش قال منهم على ولا حاجه. الكلام ده زعلك الست انوار مني في حاجه؟ عملوها مع مين يا واد قبل كده غير غريب؟ عبد الله؟ انا عارف يا دي الليلة السودة المطينة بتهدي. انا ما قلتش حاجة. واد يا علي ما تخافش يا واد، قول. لا قول يا علي. احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا في غريبة ست انوار. مشي مشي عشان خاطر انا، مشي ان شاء الله حتى تطرديه، زقيه برا ومشي مشي يا ست انوار. مشي 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 غريب مشي. في ايه يا انوار؟ انت صحيت يابا؟ في حد معاك هنا؟ لا ابدا، انا اصلي بس لقيت، قعدت ابص شويه من الشباك كده واسمع اذان الفجر. تصبح على خير يابا. الست هفوت عليها ان شاء الله اول ما اجي انا وغريب من مصر. لا الست عايزه تشوفك يا استاذ انت والدكتور قبل ما تمشوا. طيب اتفضلي انت. حاضر. شفنا ليه؟ الحاج تعب زياده ولا حاجه؟ ربنا يستر. بنت يا نعيم. ايوه يا ست. روح عند غريب عشان يمشي معاه. حاضر. خير؟ غريب مش لازم يرجع هنا يا استاذ. والله ده رايي، يبعد من هنا ويشوف له حته تانية. استنى بس يا دكتور لما نفهم. يا استاذ نعمان المكاري عايز يخلص من غريب. ما انا قلت من الاول يا سيف نبعده. يخلص منه يعني ايه؟ هي ثابت للدرجه دي؟ يا استاذ هو انا اعرف نعمان لاول مره؟ ده نعمان عايز يخلص من غريب باي طريقه. يبقى ما يرجعش هنا فعلا. غريب اللي يقرر ده يا حسن مش احنا. ده لو عرف مش هيرضى يمشي، ده عنيد وانا عارفاه كويس. وانا برفض اننا نخضع لتهديد كلب زي ده. كلب وديته رصاص، انا عارفه كل ده، ما تشغلش بالك بيه. المهم بس ما يرجعش غير لما تقولي.
قولك يعني ايه؟ ولا تقولي ولا تعيدي يا ست انوار. انا عندي الحل. في واحد قريبي عنده مصنع في شبرا، شغلانه مش محتاجه اي مجهود، ويمشي بقى. غريب مش هيمشي ومش هيتراجع عن مواجهه نعمان المكاري. يا استاذ اسمعني، غريب لازم يبعد عن هنا يومين وبعدين يرجع هنا تاني. انا مش فاهم كلامك. هتفهم ايه بس يا استاذ؟ غريب مش هناك. ما يمكن في المعمل. لا هناك ولا في المعمل ولا في الزريبه. امال راح فين يا بنت؟ يلا يابا الله يخليك، لحسن انا اتاخرت قوي. افطري انت الاول عشان تلحقي شغلك. انا لازم اشوفك فطرت قدامي قبل ما انزل. هدى. نعم يابا. سمعت عيد وهو بيقولها؟ بيقول ايه؟ بيقول ان الست بتصرف عليا دلوقتي. ده بني ادم تعمل لكلامه حساب يابا. بس قالها وعنده حق. يابا انا اتفقت معاها ان اسدد. تسددي ايه؟ كل شيء وله حل. انا لا عدت اعمل جلسات ولا عدت هقعد كده في البيت. اذا كانت الست انوار مش عاوزاني ارجع شغلي، انا هدور على شغل تاني. والعلاج مش محتاجه. انا لازم اموت وانا راجل، لازم اموت وانا واقف، بالذات بعد نعمان المكاري ما رجع البلد. نعمان الخسيس، الخسيس. انا عايز افهم ايه اللي بينك وبينه. اللي بيني وبينه؟ ايوه. حاضر. مين؟ الست انوار. صباح الخير يا هدى. صباح الفل. ازيك يا عم راضي؟ اهلا وسهلا. تسلمي. انا بس جايه عشان اسال اذا كان غريب عندكم ولا لا. ايه غريب؟ علي علي ولا علي؟ اصحى علي. علي اصحى. مين اصحى؟ علي. مين علي؟ ما بتحبش نام. انت مين؟ عصبت التنين. عصبت التنين يا علي. فوق. ما تقلقش. ايه انت مالك؟ ايه في ايه دكتور؟ ايوه بقول لك ايه غريب ما جاش هنا. غريب حبيبي؟ هو فين ما جاش معاكم ليه؟ احنا بندور عليه مش لاقيينه. مش لاقيينه؟ ايوه مش لاقيين غريب حبيبي. يا لهوي مالي. مالك يا تعالى؟ قتلوه. ايه غريب؟ قتلوه. غريب قتلوه. خلاص قتلوه. قتلوه دول ولا علي؟ علي قتلوا نعمان المكاري. قتلوا حسن. لا اله الا الله. غريب ده في مصيبه. لا عارف راسه من رجليه ازاي يتصدر بس الواحد زي نعمان. انا مش مصدق ان غريب يتقتل كده بسهوله. تعال ندور عليه يا حسن بسرعه يا دكتور. حي والعز الجاي. غريب تعال. قلت له يا عم، قلت له يا غريب وما سمعش الكلام. انا خد هنا. مين اللي قتل يا غريب حبيبي يا معلم؟ غريب اللي انا سميته وقتلوه. بس انا قلت له وهو ما سمعش الكلام. قتلوه فين يا؟ ما اعرفش فين، في اي حته في جسمه. بس هو قتلوه. ما تعرفش يعني ايه؟ انت جننت ولا اتخبلت في عقلك؟ ما هو مص فلح وداب. اتخاف خالص. وما دام اتخاف يبقى قتلوه، وما دام قتلوه يبقى قتلوه، وما دام قتلوه يبقى قتلوه. عفوك يا كريم. بتقول ايه يا ولا؟ ماله الغلبان المتغرب؟ الحق. خميس شوف نعمان ده في بيته ولا في شركته وتبلغني بسرعه. استغفر الله العظيم، تاني نعمان المكاري؟ روح شوفه رجع ولا لا. طب ليه؟ افهم يا ست انوار. وبعدين معاك بقى، اسمع البولك عليه يا اخي. يا ست انوار، الافضل ندور على غريب في الاول وبعدين نتكلم في الحكايات دي. خميس انا مش فاضيه الحكايات بتاعتك دي. اتفضل اسمع البولك عليه. خلاص. ست انوار.
صحيح الكلام اللي سمعته عن غريب ده؟ كده ولا كده؟ نعمان قاتل ولازم يدفع الثمن. يعني صحيح غريب اتقتل؟ هدى وبعدين معاك اتفضلي بقى شوفي شغلك انت كمان، ابوكي محتاجلك. ابويا ده انا خفت يسمع علي وهو ماشي زعق، سنكرت كل شبابيك ونزلت جري. ست انوار ست انوار ست انوار الحقيني خبيني ربنا خليني ليكوا يا رب. ايه يا واد مالك في ايه؟ خلاص كنت متداري عنهم وبعدين دلوقتي كشفوني سمعوني وكشفوني كشفوني فقسوني فقسوني يا ابويا فقسوني. هيطولوا علي وسله بقى زي ما طالوا غريب، دول عصابه غاجر. وبعدين معاك بقى امسك نفسك يا اخي، مش عيب عليك لما تبقى راجل طول وعرض وتعمل عمايل دي؟ من النهارده مفيش حد هيخاف ابدا من نعمان المكاري. طب قولوا لي يا ربنا يسترك، طب ما خافش منه ازاي؟ اوصفي لي الوصفه. اجري اجري استخبى جوه المعمل. اجري جوه المعمل. ايوه ربنا يخليك. يا انوار انوار دي بداية، قوليلي يا دنيا يا مرايا. نهاية ولا دي بداية، قوليلي يا دنيا يا مرايا. مين في البشر زي القطر لازم قصر كل يوم له حكاية. قوليلي قوليلي ضميري فين غايب، من المعيوب ومن عايب، ودمعي من ندم سايب قدامي سكك ودروب. قوليلي ضميري فين غايب.